حياكم الله معنا من جديد مشاهدينا. ناخذكم الحين في حد في يعني حدث مهم جدا راح يتم يوم الخميس القادم بإذن الله على مسرح كيفان من ضمن طبعا فعاليات وختام مهرجان مسرح الشباب. راح نتعرف من خلال تواجد الفنان الكبير عبد العزيز الحداد معنا في المسرح حاليا على مسرحية المونودراما الجديدة شاعر الكرنك التي تختص بقصة حياة ومعاناة الشاعر المصري الراحل أحمد فتحي. نمسي عليك بالخير أستاذ عبد العزيز وحياك الله معانا في تو الليل. مساك الله بالخير وشكرا لفرحة لقائكم بروح شيء كبير، شكرا لك. حياك الله. ويعني احنا شايفينك في اللوكيشن في المسرح نفس الأزياء ونفس الديكورات اللي راح تكون إن شاء الله في المسرحية يوم الخميس القادم، بس أنا حابة يعني تعطيني ولو بعجالة موضوع المونودراما قد يكون موضوع نخبوي نوعا ما، فشلون تشرح لنا إياه بصورة سريعة لكل المشاهدين؟ يعني هو موضوع المونودراما الحقيقة مثل ما قلت هو مو نخبوي، هو جديد على الناس، جديد على حتى على العالم، يعني فن حديث لأنه يعتمد على الممثل الواحد، يعني ممثل واحد بروحه على المسرح يمثل المسرحية. الحقيقة هذه قضية مو سهلة، يعني أنا يمكن أول أمس في البيت على الغداء أقول لهم أنا بسوي مسرحية تعالوا، فيسألوني منو فيها؟ قلت له بروحي. شوف بروحك ما نبيك، شايفينك شبعانين منك، شايفينك بروحك. فمسألة انك تمثل بروحك هذه قضية مو سهلة، فتحتاج إلى أدوات صعبة جدا، تحتاج إلى أسلوب معين، تحتاج إلى تمرين. يمكن هذا العرض اللي راح تشوفونه إن شاء الله يوم الخميس يمكن مدتها ما تتجاوز 22-23 دقيقة، لكن العمل عليه أخذ أكثر من تقريبا بدون مبالغة سنة من عمل متواصل أسبوعيا على الأقل يومين ثلاثة أيام. بس أكيد لازم أسألك يعني إيش معنى الشاعر أحمد فتحي وإيش معنى في هذا التوقيت بعد مسرحيات كثيرة قدمتها في المونودراما، خصوصا أن أنت من رواد هذا الفن عندنا في الوطن العربي؟ والله الحقيقة السبب لأحمد فتحي ان انا اقول لك مبدت القصه، يعني اكو اغنيه مشهوره لأم كلثوم تغنيها اسمها انا لن اعود اليك، اسم القصيده الاصلي قصه الامس. الحقيقه احب اغنيها وجيل الستينات والسبعينات والثمانينات تقريبا كلهم يرددونها، انا لن اعود اليك مهما استرحمت دقات قلبي، انت الذي بدا الملاله والصدود وخان حبي. لكن حتى يمكن انا كنت مع صديق اقول الله كلمات احمد رامي بديعه، قال لي لا هذه حق أحمد فتحي. من هو أحمد فتحي؟ فقعدت أبحث فيه، لقيت أن عنده قصة خلف هذه القصيدة، قصة معادية، وأن أيضا شاعر معادي، هو صاحب قصيدة الكرنك اللي غناها عبد الوهاب، طاف بالدنيا شوع، يعني معادي وعنده قصة فيها دراما، يعني فيها الحس الدرامي، فيها بداية وفيها وسط وفيها نهاية ومرتبطة، فربطهم مع بعض بطريقة أيضا مسرحية بحيث أنه يعني تعطي صورة مسرحية. عنده أيضا مشهدية، يعني عنده رسم صور من خلال الأبيات. يمكن أسوي لك فقرة صغيرة من أبيات يعرفونها، لما يقول يسهر المصباح، سوي لك المشهد هذا الصغير بس ادللك شلون ممكن الكلمه تشابه الصوره. اتفضل. يعني عقب ما سهر وتعب يقول يسهر المصباح، يسهر المصباح والأقداح والذكرى معي وعيون الليل يغفو نورها في أدمعي. يا لذكراك التي عاشت بها روحي على الوهم السنين ذهبت من خاطري إلا صدى يعتادني حينا فحين.
هذا مثال يعني. نعم جميل جدا. يعني صراحة نصدق لك. الحقيقة المسرحية مليئة بالصور، مليئة لأن الأبيات كلها مكتوبة بطريقة حسية، وقصتها قصة جميلة جدا، لأنه هو عاش في مصر وبعدين سافر بريطانيا وتزوج واحدة بريطانية وأنجب منها بنت سماها جوزفين، بعدين صارت له مشكلة بمصر أنه لازم يرجع مصر، ولما رجع مصر أنا ما يهمني أني أقول القصة، القصة أمر طبيعي، لكن شلون تجسد هذه القصة على المسرح، شنو تقدم، شلون طريقة التمثيل مالها. لما رجع بريطانيا أيضا في بريطانيا لقصة كاملة، في مصر لقصة أخرى، يعني بعدين كان في وايد معاناة ضخمة، في معاناة كثيرة. يعني حتى لما رجع مصر رجع مشتاق بشكل مو عادي. وبعدين الحقيقة كان للآخرين لابد ذكر فضل الآخرين في ذلك. نعم. طيب أستاذ عبد العزيز، احنا قبل شوية وحضرتك تتكلم معاي كنا نعرض مشاهد من العرض اللي قدمته في رابطة الأدباء بالعديلية يمكن من 10 أيام أو شيء كذي، والمميز بهذا العرض أنك يعني استبقت المهرجان، مهرجان مسرح الشباب، واستبقت العرض الختامي اللي راح يكون إن شاء الله يوم الخميس بوجود كوكبة كبيرة جدا من أهم دكاترة الجامعة ومعهد العالي للفنون المسرحية، وأيضا المهتمين بالشأن الثقافي من صحفيين وأيضا غيرهم من الضيوف اللي كانوا موجودين، كوكبة كبيرة جدا من المشاهدين اللي أحضروا لك علشان يشوفون هذا العرض. اللي لفت نظري أنه بعد العرض كان في مناقشة بينك وبين الحضور، وكان هناك يعني تسجيلك لبعض النوتس اللي قدرت أنك تأخذها منهم، وكان في أخذ وعطاء. الحين أنا اللي بعرفه، راح يختلف العرض مال رابطة الأدباء عن يوم الخميس القادم إن شاء الله بعد يعني تسجيلك لكل الملاحظات؟ مؤكد راح يختلف، لأن أنا غالي عندي قناعة بأن العقول المضيئة كالمصابيح، إذا زادت زاد النور ووضح الطريق. أنا بروحي ما أقدر أشوف، أنا ما أقدر أواجه جمهور مهرجان، جمهور جاي متذوق وجاي يعرف بفكري لوحدي بآرائي بعنجهيتي، لا لا، هذا الكلام ما يمشي مع الجمهور، يطلع يحدث لك 60 خطأ. فلما يكون دكاترة مختصين في اللغة ودكاترة مختصين في المسرح وفي الميزانسي وفي الأمور هذه، لما أنا أقدم هذا العمل أمامهم بكل ما أستطيع، الآراء اللي قالت لي الحقيقة آراء مو عادية، آراء ما لفتت نظري، آراء ما شفتها، فصاروا أصبحوا عين أخرى. يعني واحد من الآراء المهمة جدا يقول لي أنا مثلتها بلهجتي العامة، بلهجتي الكويتية، وتناولت القصيدة، فكانت من بين الآراء أن كيف أحمد فتحي ومصري وما في ولا كلمة مصرية، فهذا شغلني كثير والكلام صحيح 100%. لذلك في مشهد من المشاهد أنا كنت فقط أي هني وأقول أحاكيهم بس بالكويتي، لكن أروش المشهد بعد ما تعدل، بس أنا ما أعرف أتكلم مصري، يعني الكلمتين المصري اللي بقولهم هم اللي بس حافظهم، يعني ما أعرف أقول غيرهم. فلما رجع مصر متألم يعني، في طالع الصور خلاص انا حشوفك تاني يا جوزفين، بس انا زعلان منك يا جوزفين عشان انت يمكن نسيتي حبتين المصري اللي علمتهم لك، بس معلش يا جوزفين، أنا حخليك تتكلمي مصري التاني زي الكروان، ولا يهمك وتعرفي مين هناك، إنحو حسام ابن عمتك وتيتا تنبسطي منها كمان وتغني لك أبقد هوت حطي كلمون. يعني القضية غادة أن لازم يكون في شيء لا علاقة بالشخصية لا بيئته، يعني راح تكتفي مشهد وجميل أو بجمل بسيطة، ولا راح تكمل الحوار باللهجة؟ لا لا لا، راح يكون الجمل اللي هو يتكلم فيها، مثلا يقول مثلا لما أقول في لحظة من اللحظات قال في خاطرة، شاف الرسالة وقال في خاطرة
دلوقتي عرفتي امتي وادري دلوقتي عاوزه ترجعي لي؟ لا. المهم رجع له، يعني عرفتي قصدي بيصير في فصل، يعني قال اللي قالوا لي بالضبط بعض الدكاتره الاخرين انه ما في فصل عندك بالشخصيه ما بين شخصيه عبد العزيز الحداد الممثل وشخصيه احمد فتحي. الان في فصل مطلق، في فصل. احمد فتحي فصارت صار في الحقيقه اللي بقوله انا انه انا ما اقدر اشتغل بلا نقد، يعني حتى سواء نقد من أصدقائي نقد من المقربين، فالحقيقة كانت الفائدة كبرى واللي موجودين كانوا الحقيقة كبار جدا، وكنت أسجل النوت من خلفهم فعلا كأني تلميذ وهم مدرسين. نعم، وهذا تواضع كبير من حضرتك، فنان كبير بمقامك وقدرك، ونتمنى لك إن شاء الله كل التوفيق، ويوم الخميس يستمتعون كل جمهور المهرجان بهذا العرض الخاص اللي راح يكون على مسرح كيفان. شكرا لك وحياك الله. مشاهدينا إن شاء الله راح نرجع لكم من بعد الفاصل نكمل بقية فقراتنا في تو الليل، فخلكم ويانا.